اهلا وسهلا اعزائي مشاهدي ومتابعي برنامج الحكيم في بيتك، في اول حلقه في اخر اسبوع للموسم الثاني من برنامجنا. وبما اننا في اخر اسبوع والمتبقي فقط اربع حلقات، بحلقه النهارده انا عاوز اقول لكم شويه حاجات. اول حاجه شكرا على حاجات كتيره قوي، شكرا على متابعتكم لبرنامجنا، شكرا على دعمكم وعلى رسائلكم اللي كل يوم بتجيلنا سواء على صفحتنا على الفيسبوك او على حسابي الشخصي. شكرا على تعليقاتكم الداعمه والمشجعه واللي بتخليني لامس وحاسس تاثير كل حلقه بنقدمها وتاثير كل محاوله لتغيير الثقافه الطبيه والمشهد الطبي في مصر. شكرا لكل شخص بيحرص انه يتفرج علينا سواء على التلفزيون او على يوتيوب، لان بمتابعتكم وتشجيعكم بقى في موسم اول وموسم تاني من الحكيم في بيتك، وبيكوا برضو بإذن الله هيكون في موسم ثالث ورابع وخامس وسادس إلى ما لا نهاية. وطالما فينا الصحة والقدرة على تقديم برنامج كل هم صحتكم وحياتكم، الأسبوع ده هنقدم حلقات مهمة جدا وهنرفع صوتنا بكلمة الحق ونطالب بتغيير إجراءات وسياسات طبية روتينية ساعات بتضر المرضى. وكمان عندنا يوم الجمعة مفاجأة وحلقة ختامية خاصة جدا، هدية مننا لكل متابعي ومشاهدي الحكيم في بيتك. أما حلقتنا النهاردة هنقدم فيها فقرات متنوعة، لكن فقرتي الرئيسية هنتكلم فيها عن تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بتجميل الأسنان. خلينا نتكلم بصراحة شديدة، طب التجميل بشكل عام في مصر دايما موصوم بمشاكل كتيرة. عدم ثقة المرضى في العمليات، خوفهم من فشل العمليات، حاجات كتير بصراحة عندكم فيها حق، لأن بنسمع كتير عن فشل هذه العمليات، وبنسمع كتير عن بعض الدكاترة اللي بيستهتروا بدل ما يصلحوا العيوب بيزودوها. أظن الفترة الأخيرة كان في بوستات كتيرة وأخبار منتشرة عن الموضوع ده، وكانوا بعض المرضى بيشتكوا الأطباء اللي أفسدوا شكلهم بعمليات تجميل فشلة. لكن الحكيم في بيتك زي ما احنا معودينكم بنواجه كل فشل وبنواجه كل استهتار. هنحاول النهاردة نعرف مع بعض إيه هي المفاهيم الخاطئة والصحيحة في طب تجميل الأسنان، إيه هي المعايير اللي المريض من خلالها يقدر يحدد ويكون ثقة واطمئنان في الطبيب اللي هيسيب له جسمه وأسنانه. ولازم كمان النهاردة نعرف لمحة عن كل أساليب العلاجات التجميلية المختلفة للأسنان عشان المريض يعرف ما له وما عليه، ويعرف كل نوع إيه بالظبط، لأن زي ما أنتم عارفين كل ما كان عندك ثقافة ووعي بالعملية أو الطرق المتطورة اللي هتتعمل لك الوضع بيكون أفضل. فقرتنا الرئيسية النهاردة هنحاول فيها نبقى نور الوعي والمعرفة لكل شخص بيعاني من أي تشوه في الأسنان وبيأمل في علاجه من خلال تجميل الأسنان. انتظروني بعد الفاصل. أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال، باذلاً وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقضاء، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلاً الرعاية الطبية للقريب والبعيد، المصلح والمخطئ والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان، وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني، وأكون أخاً لكل زميل في المهنة الطبية، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي نقياً مما يشينني أمام الله وأمام الناس، والله على ما أقول شهيد.